وعن تقرير موقع أورينتال الفرنسي عن آثار أو ما آثار الانقسام بين شركاء العملية السياسية على العراق، والذي وصفته بالأخطر منذ الاحتلال، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي. مرحبا بك معنا. مساء الخير، أهلا وسهلا، شكرا. حياكم الله دكتور. كما تعرف دكتور، لا يختلف اثنان على ما أحدثه الاحتلال الأمريكي الإيراني المزدوج في العراق، لكن في ظل الانقسام الدائر الآن بين شركاء العملية السياسية، ألا ترون أن العراق في منعطف خطير، لا سيما أن كل الأطراف لديها أدوات صراع يمكن أن تتحاور بها بعيدا عن ميدان السياسة؟ طبعا بالتأكيد، مع الأسف من الاحتلال الأول، يعني من احتلال العراق أساسا، دخل العراق في منعطف خطير اقتصادي واجتماعي وسياسي، خاصة مع جيران كبار مثل إيران وتركيا، ومع الأسف الجنوب العربي أيضا، حدوده الجنوبية والغربية أيضا هي ليست على اتفاق مع العراق. فالعراق واقع بين كماشة من خصوم وأعداء، مع الأسف محليين وإقليميين ودوليين في الواقع. نعم. طيب من ناحية أخرى دكتور، كيف تقرأ إعلان مقتدى الصدر بأنه يفضل الانسداد السياسي على حكومة تجمعه بقوى الإطار التنسيقي؟ ما تداعيات هذا التصريح؟ وهل في الحقيقة هذا يعبر عن حجم الهوة الكبيرة بين ما يسمى بأحزاب البيت الشيعي؟ والله الرجل طبعا يحاول، تدري أنت الآن صار بالبلد يعني تجربة الحكم ما يسمى الأحزاب الدينية، وخاصة الأحزاب الشيعية الرئيسية لتحكم بالسلطة التنفيذية كرئيس وزراء من جهة، أثبت فشلها مع الأسف على كل الأصعدة السياسية الاقتصادية الصحية. ولذلك بدل بعض القادة من الشيعة يحسبون المستقبل، أنه ثم ماذا بعد؟ هل نبقى نسرق ونتهم الآخر بالانسداد الآخري؟ يبحثون عن مخرج. فمقتدى الصدر يحاول أن ينقذ ما وجه القوى السياسية الشيعية بالدرجة الأولى، لكن مع الأسف رسالته لم تفهم كما ينبغي حتى الآن، لأن مفهوم المحاصصة الضيقة بالأحزاب الشيعية نفسها هي تحول دون الخروج بموقف يعني نصف إيجابي بالحقيقة، وليس إيجابي بالحكومة اللي يحاول الصدر أن يشكلها من حزبي. نعم. في المقابل الإطار التنسيقي كما تعرفون دكتور لا ينفك، يؤكد يوميا بعد أن أفشل 3 جلسات لتسمية رئيس الجمهورية واختيار رئيس الحكومة أنه لن يتنازل عن الكتلة البرلمانية الأكبر، وهذا يعني أن تشكيل الحكومة سيكون أمرا مستحيلا. كيف يمكن أن ينعكس هذا الصراع سياسيا وأمنيا واقتصاديا على البلاد؟ والله بالحقيقة هي الخلل والعيب بالنواب أنفسهم، لأن النواب أقسموا بقسم بإخلاصهم للوطن أرضا وبحرا وجوا إلى آخره، وليس لأحزابهم. لكن مع الأسف هذا القسم الغليظ لم يحترموه بما فيهم القوى السنية نفسها، لأن قسم منهم بالاجتماع الماضي تمارضوا بل بيعوا، قسم منهم اشتريت أسماءهم مع الأسف، فلم يكتمل النصاب 220 نائب، ولذلك تأجل الانتخاب المرة الأولى وتأجل المرة الثانية، مما يضعف جبهة الصدر وما يسمى بالقوى السنية العربية والكردية، ويشجع القوى الأخرى المعارضة اللي هي لا زالت تتشبث بالسلطة، يشجعها على لعبة القطوة الفار ومحاولة كسب مواقف جديدة. نعم، هذه اللعبة التي تصفها بلعبة القطوة الفار أستاذ دكتور حسن، ما هو مصيرها؟ إلى أين يمكن أن تصل في ظل هذا يعني التلاعب بمصير البلاد والعباد في العراق، وهذا النوع من الخلاف الذي لا يفكر فيه المختلفون ولا تفكر فيه الأحزاب السياسية بمصلحة البلاد ولا بمصلحة الشعب العراقي أكثر من تفكيرها يعني تسيير ما ترغب به من بنود سياسية؟ إذا كنا واقعيين فالخطأ والجبن ينصب على النواب السنة بالذات. نعم.
جماعه رئيس الوزراء، عفوا رئيس مجلس النواب وجماعه الخنجر. ثم بالدرجه الثانيه الاكراد المتنافسين كما بينتم في نشرتكم، الصراع حول من يكون رئيس الجمهوريه. هذا الصراع بين السنه العرب من جهه عدم تجانسهم والاكراد من جهه عدم تجانسهم يضعف موقف الصدر بالحقيقه. لو كانوا متفقين لضعف طرف المالكي والخزعلي والفياض والحكيم والعامري، لكن الخطا هنا مو عند الاخر. يعني انت لما يكون الطرف الفاعل الاغلبيه لم تتحقق كاغلبيه، غابوا وتمارضوا ويعرضون اسمائهم الى بالمليارات، لذلك الصدر صار في موقف نسبيا يتراجع، وهو لا زال عند موقف وطني بين قوسين او شيعي عربي بين قوسين اخرى من اجل انقاذ سمعه العراق الوطني خلي اذا صح التعبير. نعم، اشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي، كنت معنا عبر سكايب من باريس.